كانت فترة الصباح يعني فترة متذبذبة نوعا ما، كان الإقبال نوعا ما ضعيف، لكن بعد الظهيرة كان الإقبال يعني إقبال كبير للنساء. اليوم جيت ديت بواجبي الانتخابي كامرأة جزائرية وخنشلية، ديت الواجب تاعي في إطار الانتخابات المحلية البلدية والولائية. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المترشحين. أنا جيت اليوم نفوتي للجزائر نتاعنا لولادنا كيما انا كيما النساء اللي جاو الكل، واني قاصره وربي يهنينا وربي ان شاء الله يطيحنا في اللي يصلح بلادنا ويعاون ولادنا ويهنينا.